مساك الله بالخير من جديد خلف، كيف هي الأجواء؟ كيف هي المشاعر الروحانية؟ وأيضا كيف هي صورة الحجيج من خلفك ومن حولك؟ أهلا عبد العزيز، وأهلا بكافة مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمباشرة من على صعيد عرفات الطاهر. الصورة يا عبد العزيز ربما تغني عن ألف كلمة. أقف الآن على الجبل تحديدا، هذا الجبل الذي لطالما أوت إليه أفئدة كل المسلمين، وأيضا الحجاج دائما يحرصون على أن يدعو الله عز وجل بالقرب من هذا الجبل، وأيضا أعلى الجبل. أنا حاولت أن يكون هذه التغطية مختلفة من ناحية رصد مشاعر الحجيج، ربما هي اللحظات الإيمانية التي تطغى على هؤلاء الحجيج. السلام عليكم، تسمحوا لي؟ الله يعطيكم العافية. جمال غريب من الجزائر. أهلا وسهلا، أنت منهمك ما شاء الله في الدعوات، تدعو لمين؟ إذا عادي تقولنا. والله أدعو أولا للوالدين والإخوة والأخوات. توصف لي اللحظات الإيمانية. والله يعني الوالدين فقدناهم، يعني توفوا، وندعو لهم إن شاء الله يكونوا في الجنة، وندعي كل الجميع المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله يكون حصتنا على الكوفيد، هذا الكوفيد، وإن شاء الله يا رب يجيب لنا السلم والأمان للشعب العربي إن شاء الله، وخلينا موحدين يا رب. يا رب بإذن الله. ما شاء الله مع حرمك. أيوة ما شاء الله، الله يمسيك بالخير. الله يسلمك، شكرا. اسمك كريم؟ كريمة لك حل. كريمة، لحظات إيمانية قبل الهوى كنت أشوفك ما شاء الله تبارك الله منهمك في الدعوات، ويعني تدعين الله عز وجل على هذا المكان تحديدا. قديش هذا المكان أمنية بالنسبة لي؟ أمنية يعني كان أمنية يعني ما حطيتها يعني ما يعني كانت أمنية كثير كثير يعني بعيدة، يعني بعيدة لي يعني. الحمد لله يا رب، الحمد لله ربي رزقنا يعني اللحظة هذه يا ربي مع زوجي، الحمد لله يا ربي. لحظات إيمانية في رحاب السعودية وجدة يا رب، الحمد لله في رحاب البقاع المقدسة كله كان تمام. السعودية يعني كانت مرحبة بنا بأعلى وبقدر يعني وكل شيء. كل من الجزائر صحيح؟ أيوة كله الحمد لله. الله يتقبل يا ربي، وشكرا لكم جميعا. يا ريت المصور بس يعطينا هالأجواء، يطلعنا أكثر على هذه الأجواء الإيمانية. الحجاج يحرصون في هذه اللحظات على الدعوات، وأيضا يحرصون على الابتهال. ربما هذه البقعة هي يعني البقعة التي ينتظرها الآلاف من الحجاج والآلاف من المسلمين. نحن على صعيد عرفات الطاهر، ويا ريت بس تصحبونا في هذه الجولة التي ربما نعنونها باللحظات الإيمانية وسط إجراءات احترازية ومشددة من ناحية رجال الأمن وأيضا رجال الصحة. يا ريت بس ترافقنا المصور أحمد، ترافقنا في هذه الجولة، وحتى نضع المشاهد في الصورة. ربما تشاهدون هؤلاء الحجاج طبعا ملتزمين بالكمامات، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وأيضا كل المسارات هنا يعني واضحة، والحجاج أيضا يحرصون بشكل كبير جدا أن يكونوا يعني بالقرب دائما من عوائلهم وأيضا الناس اللي جايين معهم. في هذه اللحظات ربما المشاعر يا عبد العزيز تختلط في هذه الأجواء، يعني الواحد أحيانا ينسى نفسه أنه صحفي. أبدا اللحظات الإيمانية هي التي تطغى دائما في تغطية الحج. عبد العزيز اللي سامعني. نعم أسمعك خلف، شكرا جزيلا. نعم عبد العزيز، يعني اللحظات نعم معك خلف. نعم سنواصل. أي طبعا عبد العزيز مثل ما ذكرت لك، نحن هنا نغطي، نضع المشاهد في الصورة أكثر، نجعل المشاهد يشعر وكأنه في هذه يرافقنا في هذه الرحلة الإيمانية. نتنقل أنا وزملائي ما بين المواقع هنا في المشاعر المقدسة وفي هذا اليوم المبارك وهذا اليوم الفضيل الذي ندعو الله عز وجل أن يحقق كل أماني من يشاهدنا الآن من هنا من على صعيد عرفات الطاهر، وأيضا مواصلين عبد العزيز تغطيتنا. قبل لا نختم معك خلف، بس كيف الأجواء؟ أول كانت يقولون غايمة، الآن واضح أنه ارتفعت درجات الحرارة. الله يعينكم. صحيح صحيح صحيح
صحيح صحيح. ربما يعني واضح يا عبد العزيز ارتفعت درجة الحرارة الآن، احنا مثلنا مثل الحجاج يعني نحس مثل ما يحسون، نحاول بقدر استطاعتنا نظهر كما نحن، يعني اتوقع واضح اثار ربما الارهاق من ناحية أشعة الشمس رغم وجود رذاذ، يعني الآن يمكن واضح على الشاشة في رذاذ. يا ريت المصور بس يعطينا يعني شوي لقطة كذا على الرذاذ. طبعا هذه الأسلاك هي أسلاك رذاذ ترش على الحجاج رذاذ الماء حتى تساعد في تبريد درجة الحرارة العالية جدا هنا على صعيد عرفات. يمكن عبد العزيز الحج هذا مختلف، هو استثنائي بدون أدنى شك، لكن ما يميز هذا الحج الترتيب وأيضا الرقمنة. الحجاج اليوم عارفين هم وين يروحون، متابعين في أجهزتهم الأبليكيشن التطبيقات. الحجاج حتى التائهين يعني أنا ما لقيت ولا شخص تائه، يعني هو عارف وين رايح، الطريق واضح وممهد ويسلمون من نقطة إلى نقطة. 60,000 حاج وحاجة ينعمون بأمن وأمان، هذه ربما هذا هو العنوان الكبير. شكرا جزيلا لك، الله يكون في عونكم ويكتب أجركم على هذه الجهود الكبيرة اللي تقومون فيها أنتم وزملائكم أيضا في الميدان. شكرا لك خلف.